ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض كده هنعمل بسكوت البرتقال. ماشي، احنا اتفقنا ان احنا في الشتاء عايزين كل ما تكون الفرن شغاله نستغل ان الفرن مولعه ونعمل كذا حاجه. تمام، معايا ايه؟ 3 ارباع كوبايه سكر، انا هعمل مقدار صغير قوي، 3 ارباع كوبايه سكر، معايا مكعبين زبده، عايزه تعمليه بالزيت اعمليه بالزيت. تمام، معايا بيضه، معايا معلقه فانيليا، بعد كده بالمضرب نحاول ندوب السكر مع البيضه مع الزبده. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي كده على اي عجين بنعمله عشان يطلع معانا ان شاء الله حلو عشان البركه. المضرب كده مضرب يدوي، عايزه تعمليه في العجان براحتك، بس الموضوع مش مستاهل عجان لان الكميه بسيطه. تمام، خلاص هنزل بقى بالدقيق زي ما احنا متفقين، انا مش بعمل بل بمقادير، بنزل بالدقيق واشوف الدنيا في ايدي كده عامله ازاي، هشوف السايل اللي معايا ده ياخد دقيق قد ايه. لسه هحط عصير البرتقال. تمام، اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ادم بيدم. المصفى عشان كان فيها ميه فمش عايزه تنزل الدقيق، هعمله بالمصفى ده. حوالي كوبايتين دقيق، يعني حوالي كوبايتين مج من بتوع الشاي دقيق، ندخلهم كده. هنزل شوية عصير برتقال من اللي معايا اهم. عايزة تحط العصير الاول مع بعد ما تحط الزبدة ومكعبين المكعبين الزبدة والبيضة وكوباية السكر، انزلي بنص كوباية عصير برتقال، وبعد كده شوف السايل ده هياخد منك دقيق قد ايه، كده اسهل لك. ماشي، شوية قشر برتقال اللي طلع من العصير، هنحط نص معلقة بيكنج باودر او معلقة صغيرة. ماشي، بس طبعا العجينة سايلة اهي، لازم ما تحتاج، هي مش كيكة هي بسكوت، يبقى هنزل دقيق تاني. نقلب كده ونشوف الدنيا عاملة ازاي. الدقيق بيختلف من نوع لنوع، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق بينكر السوائل. اشيل المضرب كده واحول بمعلقه، اقلب الخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هو كده مش محتاج دقيق تاني. هسيبه يرتاح في التلاجة وبعد كده هشكله معاكم. تمام، اهي لما اكورها كده على ايدي تتكور اهي. تمام، هي بتلزق حاجة بسيطة لان ده بسكوت مش عيش. تمام، هنسيبه في التلاجة شوية وبعد كده هشكله معاكم. العجينة بتاعتنا اهي كانت في التلاجة، طلعناها هنشكلها بقى مع بعض.
دهنت ايدي زيت كده، واخد من العجينه كده واعملها ايه، كور كده، كور بايدي كده اهي تمام، واحطها في قلب الصينيه، الصينيه متهون. عايزه تعمليه بالقمع بتاع بلح الشام تمام برضو مفيش مشاكل، زي ما انت عايز. البسكوت بيتشكل بكذا شكل، وعندك قلوب، عندك اشكال، انا هستسهل الطريقه دي واعمله بيها. كور كده حطه في قلب الصينيه كده، ادوس عليه بايدي كده، ادوس عليه بايدي كده، خلي مسافه بين واحده والتانيه. يبقى احنا حطينا نص كوبايه زبده، ممكن زيت، حطينا 3 ارباع كوبايه سكر، ممكن كوبايه حسب المقدار اللي انت هتعمليه، حطينا بيضه لو هتكتري المقدار يبقى بيضتين، معلقه فانيليا، وانزل بنص كوبايه عصير برتقان واحط معاها بشر برتقان، وبعد كده اشوف السوائل دي هتاخد مني دقيق قد ايه. اتفقنا ان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، يعني ايه، في دقيق بينكر، في دقيق بيبان فيه السائل. وضيف الدقيق لغايه ما العجينه تحسيها ايه، ممكن تشكليها، يعني ايه، هي بتلزق في ايدي اهي، بس انا عارفه اشكلها، لما دهنت ايدي زيت عرفت اشكلها اهي تمام. طيب انا هشكله ازاي؟ الاول معايا الزبده ولبن هنا، هدهن الوش واكون مولعه الفرن بتاعتي تمام. يتشكل بشوكه، يعني ممكن كده واعمل كده اهو، انا شكلته اهو تمام اهو. انا شكلتهم بالمعلقه البلاستيكيه تمام. انا مش بعرف اقول الاسم بتاعها، اللي هو البستيولا دي ولا واحده على قدي كده. انا متعلمه بس انا ما بحبش الكلام اللي هو اللي يعني بحب اتكلم عربي كده، وكلام بسيط، كلام امهاتنا، بحب اتكلم كلام امهاتنا. انا قلت لكم ان انا زي مامتكم، واشتركوا كده في القناه وفرحوني. انا هدخل البسكوت الفرن وهوريه لكم بعد ما يطلع تمام. البسكوت بتاعنا يا اولاد طلع من الفرن اهو. انا خدت حته عجينه اللي اتبقت معايا، حطيت عليها معلقه كاكاو، بس كان كاكاو محلى، فلو هتحطي كاكاو حطي كاكاو خام عشان يديكي لون الشوكولاته تمام. وزوقته بمربة فراوله كانت عندي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتشتركوا في القناه وترفعوا لي الفيديو. اشوفكم وصفه جديده.